أنسة شريهان، في واحدة بتسأل على حضرتك. واحدة؟ في إيه النهاردة بس؟ يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك يا حبيبتي. المكتب الشيك ده بتاعك يا بنت. يخشي عليها حبيبة خالته، بينها بدتلك في القفص يا بنت. ايه اللي جابك يا خالتي؟ اقسى عليك، ايه اللي جابني؟ ويا بنت اللي انت لابسه فوق دماغك ده، انت بيشغلوكي هنا ايه؟ بتاعة شماسي بتفرديها يعني؟ ولا بتشتغلي هنا ايه بالظبط؟ معلش اصلها بتمطر عندي هنا. المهم انت ايه اللي جابك دلوقتي بس يا خالتي؟ اقسى عليكي تاني، هتقوليلي ايه اللي جابك؟ بصي بقى، انا جايبالك لقمه يا روح خالتك تاكليها كده بالهنا والشفا. لهوي، جايبالي اكل هنا في الشركه اكل؟ امال هجيبلك فين يعني؟ وبعدين انا فرحانه بيكي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل هنا ده؟ ايه الغاغه دي؟ احنا هنا فين؟ في شركه ولا في مولد؟ انا اسفه قوي يا مستر منير، وبعدين انا معرفهاش اصلا. انت مين يا ابله؟ اخسى عليك يا بنت، بتتنكري مني؟ انت تاني يا شريهان؟ انا مش لا البتاع اللي على دماغي دي الاول وما بكلمك. ماشي، انا مش كل شويه حد يجي يزورك في الشركه، ما ينفعش. مشغلين عندنا مين؟ صوفي نار؟ ايه يا اخوي، مالك عمال تزعق فينا كده ليه؟ فزعت البيت وفزعتنا انا كمان. ايش حال يا اخويا اللي ما كانش عمها صاحب الشركه دي كلها؟ لو سمحت يا مدام، انا مش بكلمك، انا بوجه الكلام للموظفه اللي بتشتغل عندي. وبعدين يا شريهان، ايه الاشكال البلدي دي؟ بلدي انا؟ بلدي يا ابن السمن البلدي. تقصد مين بالسمن البلدي؟ استنى يا بنت، انا اعرف اكلم الاشكال دي كويس. خلاص يا خالتي بلاش ده، بلاش ده بالذات. ليه بلاش ده بالذات؟ مدير يا خالتي، ابوس مديرك الراجل البطريق ده. مديرك بطريق الامن؟ مدير في ايه؟ الحقني مستر عبد الله. ست صباح، اهلا وسهلا. ازيك يا سي عبد؟ انا كويس الحمد لله. خير يا فندم، في ايه؟ تعالى يا اخويا شوف موظفينا، عمال يشخط فيا من ساعة ما جيت وانا قاعدة عيط عيط. اتهنت والله؟ اتهنتي؟ مستر عبد الله انا اللي اتهنت. منير ارجوك، مستر عبد الله بليز ارجوك. منير اتحرك. موفيت. ميرسي. ناس اتفننوا واتحفوا، وناس اتكوروا واتحدفوا. الله على الزجل ده، مش ممكن. ده صلاح جاهين؟ دي صباح جاهين. طب مش تقول لنا هانم ان الجاية كنا على الأقل دهنا الأرض مربى؟ والله يا سعبده أنا ما كنتش جاي، بس البت الغلبانة دي صعبت علي، قلت أجيب لها حاجة تتوتت بيها. طب تصوري بقى أن أنا زعلان، يعني تجيب البنت لقمة وما تجيبليش أنا؟ ودي حاجة تفوتني يا سي عبدو. استنى بس، ده التقيل جاي ورا. لا يبقى ناكل في مكتبي بقى، وسع ونزروت براحتنا. فضلي هاني ما حصلك. طب والمكتب ده يروح له منين يا سي عبدو؟ شوفي، لو عديت المكتب الأول ولا أقولك أنت هتحسي بنفسك. حاضر، من عيني يا سي عبدو. هروح أأكل سي عبدو الأول وبعدين أبقى أرجع لك، مش هتأخر. ماشي يا خالتي. أوي. أهلا أهلا شريهان. إيه يا عم؟ حبيبتي عاملة إيه في الشغل هنا؟ الحمد لله يا عم. طب شوف، أنا عايز أقول لك على حاجة، لو غصتي أي حاجة صغيرة أو كبيرة ترجعي لي فورا، أو لمنير. ماشي، هي في بس حاجة واحدة. طب أنا أستأذنك لأني مشغول جدا دلوقتي. طب هقول. باي باي. بيتك يا شيخ، بيتك. ايه ده، انت بتقرا مجله ميكي لحد دلوقتي؟ انا عارف انها حاجه عيالي، بس انا بقرا ميكي لحد دلوقتي. مش عيالي خالص. انت عارف ان انا جدي صاحب مجله ميكي، هو اللي كان بيكتبها زمان؟ مش معقول، ده جدك ده كان راجل عظيم. طبعا عظيم يا ابني، ده جدي. تشربي حاجه؟ سوري، تشربي حاجه؟ شاي، قهوه، نجيب بريل ونخربها؟ الشيء ده مستفز قوي. البريل؟ لا انت، هو مين ده؟ ده شريف، كان معانا في الكافيه، انت نسيتيه؟ لا مش فاكراه خالص. ده شريف صاحبي الوحيد وبيعدي عليا هنا كتير، ده كان بايت معايا امبارح. كان بايت معاك وواخد الروب بتاع مامتك، ويرد قوي. لا مش ويرد، هو شقي. يا شقي. صحيح.
يلا تشربي ايه بقى؟ ممكن تريبل بيري كيوي سموذي. ايه؟ سموذي. لا انا ما بشربش الحقيقه. لا هي عايزه تشرب، افهم بقى، هي عايزه تفك، افهم. انا اجيب كحوليات وننبسط؟ لا 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 خالص، انا ما قلتش كده. هات لي ميه. اوكي ماشي ماشي، هاخد وقت في الميه. ها انجز انت بس وفكها كده. يلا يلا انجوي. بصي هو غيتت شريف، غيتت بس قلبه ابيض يعني، طيب جدا. فين الفايل بقى بتاع المشروع بتاعك؟ الفايل على اللابتوب، واللابتوب في العربيه، بس انا عندي كوبي على الميل. طب كويس، احنا هنشتغل على اللابتوب بتاعي وهبعت لك كل الشغل بالميل. طيب اوكي ماشي. هات اللابتوب بقى عشان انا لما بكتب بنفسي بستعوب اكتر. بت ايه؟ بستعوب. لا انا هكتب انا عشان انا سريعه عشان ننجز. يا ابني انا في الكتابه سريعه بس. هذا وقد قرر العالم الفلكي والرياضي البريطاني بريكتور بعد رصده هذه الظاهرة وتمكنه من تصوير لحظة انشطار واجهة الهرم في عام 1920 ميلادية. معلش، هي قد بالقاف ولا بالكاف؟ هو انت لسه في قد؟ ايوه، بس خليني اتأكد من سبيلينج. بالقاف. قاف اللي هي سيركل وعليها نقطتين. ايوه اوكي. قاف قاف. يا لهو، سريعة سرعة، اسرع واحدة. قاف. طيب هذا انت بتطلعي ولا بترجعي؟ ايوه خليني اكتب صح. هذا بالزه ولا بالزاد؟ بالزال. مفيش حاجه اسمها زه ومفيش حاجه اسمها زاد. ازاي في ره زه وفي زاد ضاد؟ اسمها صاد ضاد وره زين. زين ده مش حرف، ده اسم بني ادم. حتى في بنات اسمها زينه. انت شكلك ما كنتش شاطر في العربي على فكره. انا خلاص خلاص هكتبها بالزاد. طب قابليني بقى لو لقيت الزاد دي عندك. انا مش عارف انت متعصب ليه يا سيد. اهدى شويه يا سيد، اهدى شويه. انت مش شايف يا شريف؟ انا مش شايف. انا مع مين؟ انا مش شايف. شريف ما تستعبطش، ده بريل، انت هتعملي سكران. ماشي ماشي معلش. خلاص خلاص كمل يلا. هذا وقد قرر. قرر بالقاف ولا بالكاف؟ بالقاف اللي هي سيركل وعليها نقطتين. اللي هي سيركل وعليها نقطتين. اوكي قاف. قرر ره ره ره. يا رب ارحمني. ره ره. لقيتها. كرر يعني ره تاني. ره ره. انت بتدوري على ايه؟ ما هي هي، ما انت لسه دايسه عليها، دوسي عليها تاني. مش لاقياها. يعني ايه مش لاقياها؟ يعني فطت سابت الكيبورد وطارت؟ ده انت غريبه قوي يا شيخه. اهدى بس، اهدى اهدى. اوقات الره بتفط من فعلا من الكيبورد. معلش اهدى. بطل شرب يا اخي، البريلا هيقتلك. طب بالراحه على البنت، البنت زي القمر عشان خاطري، بالراحه. على فكرة أنت موترني جدا والمشكلة مش عندي. أمال عندنا؟ يا عم المشكلة عندنا، عندنا المشكلة. خلاص معلش. المشكلة في اللابتوب بتاعه صح؟ أيوة صح، أنا معاكي جدا فعلا. اللابتوب بتاعك غير اللابتوب بتاعي. يعني مختلف إزاي؟ يعني هو هو لا أي لابتوب في نفس الكيبورد. لا الكلام عندك أنت مختلف، على الأقل أنا عندي زاد أنت ما عندكش. مفيش حاجة اسمها زاد. أنا مش عارفة أشتغل على اللابتوب ده، أنا عايزة اللابتوب بتاعي. هو موجود تحت في العربية، هتنزل تجيبهولي ولا أنزل أنا أجيبه بنفسي؟ لا لا ما تنزليش أنت. انا هنزل واعملك اللي انت عايزاه. يلا انزل بقى متاخر بقى. ايه واديني فرصتي بقى كده عشان اقعد معاها شويه. ها نتكلم انا وهي شويه. يلا اديني وقتنا بقى. ماشي وقت. ايه قليل الادب. دي بنت مؤدبه مش زي اللي تعرفها. اه ماشي، ايه المشكله؟ بس انا مش هقعد معاك لوحدي على فكره. في انت قفشتي ليه؟ ما كنا لسه بنتكلم وفكرنا ما بدانا نفك اهو. سيف لو سمحت خد الشيء ده معاك. ماشي يلا. مش هتغير الروب ده ولا البس ابيض احسن؟ ابيض يا شريف. شريف سيف تعالى خد المفتاح. خلي بالك عشان انا شاكه ان صاحبك ده ممكن يسرق حاجه من عربيتي. صاحبي ده بتقول ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ بنتكلم عليك. اوكي ماشي كملوا. لا صاحبي ده مش حرامي، مش حرامي. هو ممكن يكون غيتت غلس لكن مش حرامي. خايفه ياخد مثلا سكارف من عندي من العربيه اذا كان اخد الروب بتاع مامتك. لا دي مش سرقه، دي شقاوه. شقي قوي. شقي. اوكي خلي بالك عامه. لا ما تلاقيش. بليز دوري كويس عشان انا مش فاكره حتى اللابتوب فين. طيب حاضر. يعني مش هنتأخر. خد راحتك، البيت بيتك. شكرا. فين الصور بتاعته معاها؟ photos private. ياسمينة. ايه ده؟
احلى حاجه حصلت لي في حياتي. دي هتبقى فضيحه جامده جدا. دي كانت مبزوزه مبزبزه من كل حته. ايوه يا سيف استنى ما تجيش. لقيت اللابتوب؟